الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. في الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله إنها يهودية. فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. عن جابر قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارت. عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة حا حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كان بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل: إنه يهودي. فقال: أليست نفسا؟ في الرواية الأخرى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت علينا جنازة بما بمثل ذي مرة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر واللفظ له قال: حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال: رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائمة وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة، فقال لي: ما يقيمك؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري. فقال نافع: فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. عن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبر أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في شأن الجنائز: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمرو قام حتى وضعت الجنازة. عن علي قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. قال النووي رحمه الله في الأحاديث الأول: باب القيام للجنازة. وقال في الحديث الأخير: باب نسخ القيام للجنازة. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. وفي رواية: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه. وفي رواية: إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع.
وفي رواية: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى صورة. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا لجنازة يهود فقالوا: يا رسول الله إنها يهودية. فقال: إن الموت فزع. ذكر الروايات. قال القاضي: اختلف الناس في هذه المسألة. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: القيام منسوخ. وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجسون المالكيان: هو مخير. قال: واختلفوا في قيام من يشيعها عند القبر. فقال جماعة من الصحابة والسلف: لا يقعد حتى توضع. قالوا: والنسخ إنما هو في قيام من مرت به. وبهذا قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن. قال: واختلفوا في القيام على القبر حتى تدفن، فكرهه قوم وعمل به آخرون. روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. هذا كلام القاضي. والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبا. قالوا: وهو منسوخ بحديث علي. واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب، وهذا هو المختار، فيكون الأمر به للندب والقعود بيانا للجواز، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا، لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر. هذا الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله من إنصافه رحمه الله، رغم أن نص إمامه الإمام الشافعي رحمه الله أن القيام منسوخ، ومع ذلك لما رأى الدليل في خلاف المذهب وقد قال به بعض أهل العلم، وهو يعني الذي ذكره من كلام المتولي من أصحابهم، وهو مذهب أحمد في الحقيقة وإسحاق، أنه مخير بمعنى ليس القيام بلازم، فقعود النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وإن عدم التاريخ، لكن لم يتعذر الجمع. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصرح بالنسخ، بل العلة المقتضية في القيام وهو الفزع الذي يكون عند الموت والطراء، يعني ينبغي على الإنسان أن يتذكر رحيل يعني الإنسان عن الحياة، تذكر نفسه وأن كل إنسان نفسه تخرج، فهذا تذكرة لكل واحد منا بالموت، فهو يقوم تعظيما للموت وتذكرا له وإظهارا لشدة الاهتمام، وليس تعظيما للميت. ولذا لم يفترق الأمر بين أن يكون مسلما أو بين أن يكون يهوديا أو بين أن يكون مجوسيا، كما في حديث قيس بن سعد وسهل بن حنيف عندما كان بالقادسية وهي من بلاد الفرس في ذلك الوقت، فكان من أهل الأرض، يعني كان الرجل مجوسيا ومع ذلك فقام، وذلك كما ذكرنا تعظيم لأمر الموت. فهذه العلة ليست يعني مما ينسخ، ولكن إنما كان القعود لبيان أن الأمر ليس للوجوب، فأمكن الجمع بين الأحاديث لحمل الأمر على الاستحباب وحمل الفعل على الجواز، على بيان الجواز وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقعود الصحابة معه لبيان عدم الخصوصية، أن هذا ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام من القعود، ولكن يجوز أن يقعدوا هم كذلك. هذا هو الجمع الحسن في هذا المقام، والله أعلى وأعلم. والظاهر أن القيام على القبر حتى تدفن مشروع كذلك، لكن هل يجزئ أن يجلسوا إذا وضعت الجنازة؟ لأنهم لم يكونوا يحملونها إذا وصلوا مثلا القبر لما يلحد، لما يحفر بعد، فوضعوا الجنازة على الأرض منتظرين حفر القبر، فهل يجوز أن يجلسوا؟ نعم يجوز أن يجلسوا. وكما ذكرنا الأمر بالقيام والنهي عن الجلوس هو أمر استحباب ونهي للتنزيه، وإذا وضعت الجنازة في الأرض انتظارا للحفر جاز أن يجلسوا، كما في حديث البراء بن عازب عندما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا حوله كأن على رؤوسهم الطير في الجنازة انتظارا للقبر حتى يلحد، انتظارا حتى يلحد القبر.
اما ان القيام للدعاء او الجلوس كما ذكرنا مشروع فنعم، لحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه امرهم ان ينتظروا حتى قدر ما تنحر جزور حتى يستأنس بهم وينظر ما يراجع به رسل ربه. في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبلي أن تخلفه، ليست قوله إن لم يكن ماشيا معها ليس له مفهوم مخالفة، يعني لا يفهم منه أنه إذا كان ماشيا معها فليس عليه هذا الأمر، بل هو كذلك أنه لا يجلس بل يظل على قائما على رجليه ماشيا أو قائما حتى توضع الجنازة، فليس هذا مفهوم مخالفة. يعني كلمة إن لم يكن ماشيا معها لا يفهم منها أن من كان ماشيا معها لا يعني يلزمه القيام أو لا يشرع له القيام، بل هو مشروع له أنه ماشي فلا يجلس، لا ينبغي أن يجلس إلا إذا اضطر، مثل إنسان مريض احتاج إلى أن يجلس بعض الوقت حتى يستمر في متابعة الجنازة، لكن من كان قادرا فلا يجلس حتى توضع، ولكن هذا كما ذكرنا على سبيل الاستحباب. قوله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفكم أي تصيرون وراءها غائبين عنها، وهذا دليل على أن اتباع الجنازة فرض كفاية ولا يلزم لكل من رآها أن يتبعها. قوله صلى الله عليه وسلم فليقم حين يراها ظاهره أنه يقوم بمجرد الرؤية قبل أن تصل إليه، هذا هو ظاهر الحديث الذي ينبغي العمل به، أن من رأى جنازة وهو جالس فليقوم حتى تمر به ثم تخلفه ويكون هو وراءها، فعند ذلك يستطيع الجلوس، هذا هو المستحب في هذا المقام. قوله إنها من أهل الأرض معناه جنازة كافر من أهل الأرض، جنازة كافر من أهل الأرض، ومع ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا تعظيما للموت. وبعض يعني الجهال يحتجون بمثل هذه الأحاديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين المسلمين والكفار، وليس كذلك، فإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام أليست نفسا، ولم يترحم على الكافر ولم يدعو له ولم يقل أنهم والمسلمين سواء، وإنما قال إن الموت فزع، فقال أليست نفسا، النفس قد خرجت، فليس في هذا الدعاء له ولا الشهادة له ولا التعظيم له بحال من الأحوال، حتى مثلا يستدل به على تشييع جنائز الكفار وحضور مراسم دفنهم وهو أشهد الصلبان مرفوعة أو النيران حاضرة أو الموسيقى التي يضربونها كما يفعل البعض عند موت عظيم من عظماء الكفار، فيحضرون الجنائز مع ما فيها من المنكرات التي يظهرها الكفار في هذا المقام، إن كان مجرد مرور فيجوز أن يتبع من باب الاستعاض إلى أن يصلوا إلى القبور فلا يشهد ذلك، وذلك لأن عامة قبورهم عليها علامات الكفر والعياذ بالله، وحتى لو لم يكن فهو مأمور بالتبكيت، ولذا قال الإمام أحمد في من لهم رأى نصرانية أنه يتبعون معها إلى أن يحضروا الدفن فلا يحضر. فلا يحضر دفنها، فما يفعله البعض من حضور جنائز الكفار المتضمنة للمنكرات التي لا ينكرها، بل ربما بعضهم يثني على الميت ويذكر فضائله المزعومة ويزعم أنه كان يعني من خيرة الناس أو نحو ذلك، وربما ترحم عليه بعضهم كما يعني قد وقع ذلك من بعض من ينتسب إلى العلم والفتوى عندما مات بعض طواغيت الكفار الكبار وأحبارهم ورهبانهم الكبار، فإنهم ذكروا أنه ما عمل من الصالحات ونحو ذلك، متغاضين عن أن الكافر لا عمل له يقبل
لأن الكفر والشرك محبط لعمله، كما قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك فإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قد يحتجون بأن الرسول قال ليست نفسا، وكأن هذا الحديث يدل على الترحم على الكفار أو قبول تعظيمهم. ليست نفسا قد خرجت، ليست نفسا قد ماتت، والموت فزع. جمع الروايات يوضح لك الأمر أن القيامة ليس تعظيما للميت، بل هو قد مات كافرا والعياذ بالله إذا كان مات كافرا، وإنما الأمر تعظيم للموت كما ذكرنا. أما تعزية الكافر فإنما يسرع بكلمات حق ليس فيها إقرار بباطله، مثل أن يقول له: البقاء لله، أو اصبر، اتق الله واصبر، ونحو ذلك. فإن الصبر خير من الجزع، ولو أظهر الإنسان ولو أن كافرا أظهر مزيدا من الكفر بالتسخط على قدر الله لكان زيادة في عقابه، ولو أنه صبر لكان ذلك أهون عليه عند الله عز وجل. والأمر بتقوى الله وصية الله الأولين والآخرين، والإخبار بأن البقاء لله عز وجل هو إخبار تذكير بالموت أنه مطلوب على كل أحد، فمثل هذا أمر لا ينهى عنه وقد ذكره أهل العلم. أما أن يقال رحم الله ميتك وغفر ذنبه مثلا، أو يقال المرحوم فلان، أو نحو ذلك من الألفاظ، المغفور له فلان الكافر، أو في رحاب الله فلان الفلاني الكافر، والعياذ بالله، فهذا مما لا يجوز ولا يسع بلا شك، لأننا مأمورون بأن نبشر الكفار بالنار، والعياذ بالله. وهذا الذي تبين لنا، وقال عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا عام في كل مشرك سواء كان كتابيا أو غير كتابي، وذلك أن الكفار من غير أهل ملة الإسلام هم من أصحاب الجحيم. هذا الذي تبين لنا وظهر لنا، فلا يجوز لنا أن نفعل أو نقول بخلافه. قال مسلم: حدثني هارون بن سعيد الايلي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني معاويه بن صالح عن حبيب بن عبيد عن زبير بن نفير سمعه يقول: سمعت عوف بن مالك يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، رضي الله عنه. عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من اهله واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه فقيه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. قال: فيه إثبات الدعاء. قال النووي رحمه الله: فيه إثبات الدعاء في صلاة الجنازة، وهو مقصودها ومعظمها، يعني هو ركن من أركانها مقصودها، كما أن قراءة الفاتحة ركن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك الدعاء للميت. قال: وفيه استحباب هذا الدعاء. هذا أصح حديث ورد في الدعاء للميت، ينبغي أن يحفظ وأن يقال في صلاة الجنازة. وهناك أدعية أخرى لا بأس بها، وكل مشروع، ولو دعا للمغفرة والرحمة لا أجزأه، ولكن هذا الدعاء شامل جامع، من اجل شموله وجمعه استحب ان اتمنى عوف بن مالك ان يكون هو ذلك الميت ينال
بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه إشارة إلى الجهر بالدعاء في صلاة الجنازة، وقد اتفق أصحابنا على أنه إن صلى عليها بالنهار أسر بالقراءة، وإن صلى بالليل ففيه وجهان: الصحيح الذي عليه الجمهور يسر، والثاني يجهر، وأما الدعاء فيسر به بلا خلاف. وحينئذ يتأول هذا الحديث على أن قوله حفظت من دعائه أي علمنيه بعد الصلاة فحفظته، هذا خلاف ظاهر الحديث. ظاهره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك أسمعهم إياه، ولا مانع أن يقال يسمعهم أحيانا للتعليم، فلا مانع أن يجهر للدعاء الإمام أحيانا ليعلمهم ذلك، والله أعلم. وذلك أن معظم الأحاديث الواردة في صلاة الجنازة أنه كبر عليه 4 تكبيرات ولم يذكروا مثل هذا الدعاء في كل موطن، والله أعلم. فدل ذلك على أنه جهر أحيانا، فالجهر بالدعاء وبالأذكار لغرض التعليم أحيانا يشرع، هذا أفضل من الجمع الذي ذكره. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الوارث ابن سعيد عن حسين بن ذكوان قال حدثني عبد الله بن بريدة عن سمرة ابن جندب قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب وهي ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها أو وسطها. قال سمرة ابن جندب: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني، وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. وفي رواية المثنى قال: فقام عليها للصلاة وسطها. قال: باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة للجنازة. قال: وقام وسطها، هو بإسكان السين. قال: فيه إثبات الصلاة على النفساء، وأن السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة، العجيزة اللي هو معقد الإزار اللي هو عند تحت الخاصرة أو عند الخاصرة في وسط المرأة. وأما الرجل فقد ثبت الحديث الصحيح أنه يقوم عند رأسه، فيقف عند رأس الرجل ويقف عند وسط المرأة، والله أعلم. في حديث عوف بن مالك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الميت في قوله: وأكرم نزله، النزل هو ما يعد للضيف إذا نزل، فإذا أكرم الله عز وجل نزل هذا يعني القادم من الدنيا إلى الآخرة فقد أعد الله له أحسن ما يعد لضيف، يعني أكرمه الله سبحانه وتعالى. وسع مدخله في قبره، يعني بحيث يكون القبر واسعا، أن يفسح له في قبره، كما ثبت أن المؤمن يفسح له في قبره، فتوسيع المدخل أو المدخل بمعنى أن يفسح الله عز وجل له في قبره. واغسله بالماء والثلج والبرد، وذلك أكمل في التطهير من الذنوب، وكذلك في تحصيل يعني التنعم بالثلج والبرد في من شدة الحر، نعوذ بالله من حر القبور ومن حر يوم النشور ومن حر جهنم. قال: ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، أي الوسخ والقذر، وذلك أن الثوب الأبيض يظهر فيه أدنى شيء من القذر والوسخ، فإذا غسل لم يترك فيه شيء، فيكون هذا أكمل في التطهير، وأن يغفر الله له خطاياه كلها. قوله عليه الصلاة والسلام:
في رواية أعيده من عذاب القبر، وفي رواية أخرى وفيه فتنة القبر. الفتنة السؤال، ومعلوم أن المؤمن يسأل والكافر والمنافق يسأل، فلا يشرع الدعاء بعدم الفتنة، ولكن معنى فيه فتنة القبر أي الفتنة التي يترتب عليها سوء حال الممتحن، فالتعوذ هنا من شر فتنة القبر. عندما يسأل فلا يجيب، يعقبه العذاب، يعقب الفتنة العذاب، لأنه قال في رواية عذاب القبر وفي رواية فتنة القبر. فإذا فتن فلم يجب، إذا سئل من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فإذا قال لا أدري فهذه الفتنة المستعاذ منها، يعقب ذلك أن يعذب، ففشله في الإجابة يعقبه العذاب، فصح أن يطلب له أن يعيذه الله عز وجل من فتنة القبر، أن يقيه فتنة القبر أي الحال السيء عند السؤال، العجز عند الجواب، وأن يعاذ من عذاب القبر. قال وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار، وفي الرواية الأخرى وعذاب النار، فينبغي أن يجمع بين هذه الروايات لأنها كلها ثابتة، فيقول وفيه فتنة القبر وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، أو فيه فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار. والله أعلم. وزوجا خيرا من زوجي ظاهرة في الرجل، هل تقال في المرأة؟ والله أعلم، يمكن أن يقال ذلك بنية أن زوجها يكون في الجنة خيرا منه في الدنيا، خيرا لها في الدنيا، خيرا لها مما كان في الدنيا، الله أعلم. الظاهر أن الجميع يسأل، ولكن المعنى أن يوقى الفتنة بمعنى الخوف من سوء الإجابة أو العجز عنها، وليس أن الشهيد هو يأمن الفتان، يعني يأمن الشر الذي يترتب على سؤال الفتان، وليس أنه لا يسأل ابتداء، والله أعلم. كذلك يأمن من مات يوم الجمعة وليلة الجمعة أمن من فتنة القبر، بمعنى من سوء الحال عند السؤال، وليس أن أحدا لا يسأل بالمرة، بل كل ميت يسأل، ولكن الوقاية من الفتنة والامتحان أن يوقى سوء الإجابة، الكل سوف يمتحن، ولكن هناك من يسيء الإجابة ما يقول لا أدري، ها ها لا أدري، وهذا الذي يستعاد منه، وهذا الذي يعني يوقاه من وقي أو أخبر الشر بأنه وقي الفتان أو أمن الفتان، ويمكن أن يسأل وهو آمن، وهذا من رحمة الله عز وجل، كما يعني أمن الفتان فأن الناس في حال شديد، والله يثبت الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، فهناك من الناس من يسأل وهو آمن مطمئن بفضل الله عز وجل، فأمن الفتان معناه، أو أمن فتنة القبر معناه أيضا أنه سئل وهو آمن، ليس أنه لا يسأل أصلا، لكنه يسأل وهو بفضل الله آمن، كما أن الناس يوم القيامة يفزعون ويكون أهل الإيمان آمنين وهم من فزع يومئذ آمنون، فالله عز وجل يؤمنهم، والملائكة تخبرهم بأمان من الله سبحانه وتعالى، ويناديهم ربهم لا خوف عليكم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، وليس معنى ذلك أنه ليس هناك فزع أو سؤال، ولكنهم آمنون يؤمنهم الله سبحانه وتعالى، الله أعلم. مثل الورود على النار أيضا، أهل الإيمان يمرون وهم آمنون بفضل الله عز وجل. لا أعلم دليلا في سؤال الأنبياء، لكن الرسول أخبر يعني الناس بأنكم تفتنون في قبوركم.
أما الآية ولا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فهذه في القيامة، ولا أعلم أنها في القبر، لا أعلم. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. أولا قبل ذلك في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قوله فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالهم أسن مني فيه توقير الكبير، وأن الصغير إذا سئل عن شيء ولو كان يعلمه وعلم أن في المجلس من هو أكبر منه سنا فينبغي أن يقدم الكبير ولا يتكلم في حضوره إلا إذا وجد أن العلم سيضيع أو لم يجد أو لم يقل أحد منهم ممن هم أسن منه وأكثر صحبة أو أكثر علما، فإذا وجد أنهم سكتوا فربما نفوا وربما منعهم مانع، فعند ذلك يتكلم كما تكلم ابن عباس في حضرة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأمره، وكما تمنى عمر أن يكون ابنه عمر قد تكلم بما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المثل الذي ضربه للمؤمن أنه كمثل النخلة الشجر التي لا ينقطع ثمرها. لكن هنا فيه تقدير الكبير واحترام الكبير والله أعلى وأعلم. الشجر التي لا يسقط ورقها، نعم. يقول زوجا خيرا من زوجه، لو عارف انه ما تزوجش، يعني مما كان يمكن ان يكون زوجا له في الدنيا، ممن كانت يبدله الله زوجا خيرا ممن كانت يمكن ان تكون له في الدنيا، فالحور العين افضل من نساء الدنيا. حدثنا يحيى بن يحيى قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ ليحيى. قال ابو بكر حدثنا وقال يحيى اخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن شماك بن حرب عن جابر بن سمره قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا فركبه حين انصرف من جنازه ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. عن جابر بن سمره قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح، أو قال شعبة لأبي الدحداح. فرس مورورة معناه فرس عري، فرس عرى، فرس عرى بضم لا هو مورورة، نعم فرس عري. قال أهل اللغة روريت الفرس إذا ركبته عريا فهو مورورة. قالوا ولم يأتي إفعول معدى إلا قولهم إعروريت الفرس وحلوليت الشيء، يعني ليس عليه سراج، الفرس العري ليس عليه سراج. قوله فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح، قال فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة، وإنما يكره الركوب في الذهاب معها. هذا الكلام في الكراهية فيه نظر لاحتياجه إلى دليل، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراكب خلفها والماشي عن يمينها وعن شمالها وأمامها وخلفها، فدل ذلك على جواز الركوب ويحتاج إثبات الكراهية إلى ذلك. فالصحيح جواز الركوب في الجنازة ذهابا وإيابا، وإن كان المشي فيها أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولكن إذا شق المشي فيباح بلا شك، يباح الركوب بلا شك، لأن من يقول بالكراهة يقول عند الحاجة تزول الكراهة، فمع المسافات البعيدة جدا في وقتنا هذا كان يكون هناك يعني مسافة أقرب
ربما تكون فعلا مسافة سفر خارج البلد او داخل البلد، فربما بعض المقابر داخل المدن الكبرى تكون مسافة اكثر من 20 أو 25 كيلومترا داخل المدينة كالقاهرة او الاسكندرية او نحو ذلك، هناك مسافات طويلة، فعند ذلك تكون الحاجة خطة لكراهة الركوب عند من يقول والصحيح عدم الكراهة، والله أعلم. ابن الدحداح ويقال أبو الدحداح، ويقال أبو الدحداح قال ابن عبد البر لا يعرف اسمه. قوله ونحن نمشي حول فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب، وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة، وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف إعجاب ونحوه في حق التابع أو نحو ذلك من المفاسد، إذا كان على سبيل التعظيم لا سبيل أنه احتاج إلى الركوب للتعب فركب وهو وليس عندهم ما يركبون فهم يمشون، فكل ذلك للحاجة. فأما الذي ورد من النهي عن القيام وهم جلوس عن القيام وهو جالس والكبير جالس، هذا لأنه لا يقصد به إلا التعظيم، فكان يكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قوله فعقله رجل فركبه معناه أمسكه له وحبسه، وفيه إباحة ذلك، إباحة استخدام بعض أصحابه وتابعيه في مثل هذا الأمر. يقول أنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاه، لا بأس بأن يخدمه إذا كان التابع راضيا بذلك. قوله فجعل يتوقص به أي يتوسب. قوله صلى الله عليه وسلم كم من عذق معلق، العذق هو الغصن من النخلة، أما العذق فهو النخلة بكمالها وليس مرادا هنا. قوله صلى الله عليه وسلم كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح، قالوا سببه أن يتيما خاصم أبا لبابة في نخلة فبكى الغلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أعطيه إياها ولك بها عذق في الجنة أو عذق في الجنة، فقال لا، فسمع بذلك أبو الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له، اشترى النخلة بحديقة كاملة بستان كامل، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألي بها عذق إن أعطيتها اليتيم؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح، رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله ابن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النووي باب في اللحد ونصب اللبن على الميت. الحدوا لي لحدا يقال لحد يلحد كذهب يذهب وألحد يلحد إذا حفر اللحد، واللحد واللحد معروف وهو الشق تحت الجانب القبلي من القبر، الشق في الأرض يعني يحفر ثم يتجه بعد أن يصل إلى عمق الحفرة يحفر في جانب القبلة بحيث يكون القبر في النهاية الجزء المحفور منه يشبه حرف اللام إلى اتجاه القبلة، الجزء المحفور عمودي على الأرض ثم جزء موازي لسطح الأرض من أسفل القبر، يوضع الميت في الجزء الذي يكون كما ذكرنا موازيا لسطح الأرض، يحفر هكذا ثم يحفر في اتجاه القبلة حتى يوضع الميت في هذا الجزء، هو حرف لام كأنها مفرغة يعني حرف لام مفرغة،
والجزء اللي هو حرف لام عبارة عن جزئين، جزء قائم كده على السطر وجزء ايه موازي للسطر. لو تصورنا ان ناخد مقطع في القبر بعد ايه، بعد ان يلحد يعني، فيبقى الميت هيوضع في الجزء اللي هو موازي لسطر ايه الارض في اتجاه القبلة، يعني يحفر كده وبعدين يروح جاي حفر من تحت كده في اتجاه القبلة. لا ده هي الميت، الميت هيبقى كده، الميت الميت هيبقى نايم على جنبه اليمين في اتجاه القبلة ورأسه في اتجاه القبلة. الميت هيبقى نايم على جنبه اليمين في اتجاه القبلة، رأسه في اتجاه القبلة، وجهه في اتجاه القبلة، رأسه هتبقى غرب. نعم بالنسبة لنا احنا في مصر هنا هتبقى غرب، ورجليه تبقى في اتجاه الايه الشرق تقريبا يعني، ووجهه في اتجاه القبلة، يستقبل القبلة بوجهه ويوضع هو في الجزء الايه اللي هو محفور، يبقى فوق الارض على طول، فوقه جزء من فوقه تراب جامد او صخر او كده، الى يعني يوضع من ايه من الناحيه الاخرى اللي هينزله، هينزل من الفتحه الايه اللي محفوره ويحطه تحت. مش فاهمين؟ الشق بقى معناه انه يحفر حفره وينزله في اسفلها ويقفل عليه. معظم ما عندنا في مصر شق، الشق انه يحفر حفره ويحطه في اسفلها. ايوه المقابر الموجوده عندنا دلوقتي معظمها شق، وفي بعضها لا شق ولا لحد، يحطه فوق الارض. ما دي خلاف السنه طبعا، واللحد لنا الافضل اللحد والشق لغيرنا، ولكن هذا الامر على الافضليه عند اهل العلم. الارض التي لا تصلح لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا امكن وضع بعض الحجاره لتصلح الارض لذلك، وضع مثلا اشياء حتى يمكن الحفر بحفر اللحد، فليكن ذلك. قال هو الشق تحت الجانب القبلي من الارض، اللحد هو الشق حفر يعني تحت الجانب القبلي من القبر. بعد ما يحفر الحفره يروح جاي حافر من تحت، زي الاطفال لما بيحفروا حفره ويوصلوها من بعض، لا يحفر حفره من هنا ولا حفره من هنا، ويوصلوها من تحت، فبيحفر في اتجاه الحفره الثانيه. فاحنا بنقول هيحفر حفره وبعدين يروح جاي حافر من تحت بس في اتجاه الايه؟ القبلة، ويوضع الميت في الجزء التحتاني من القبر ده اللي هو المحفور من تحت، اللي فوقه ارض، اللي فوقه ارض مسافتها مثلا 2 متر او 3 متر محفورة مش محفورة، والحفر بقى من ايه من جانب اللي فيه شق يعني. يقول فيه دليل لمذهب الشافعي والاكثرين في ان الدفن في اللحد افضل من الشق اذا امكن اللحد، فاجمعوا على جواز اللحد والشق. كده جائز وكده جائز، والخلاف في الافضل. قوله الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، فيه استحباب اللحد ونصب اللبن، يعني بعد ما يوضع الميت ينصب اللبن، يعني يوقف اللبن، اللبن اللي هو الطوب الغير محروق، يوضع حتى يسد فتحة الايه القبر، يسد فتحة القبر ويهال عليه التراب بعد ذلك. يقول وأنه فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق الصحابة رضي الله عنهم، وقد نقلوا أن عدد لبناته صلى الله عليه وسلم 9 التي سد بها فتحة الايه اللحد. فتحة اللحد دي هي ناحية الشق، فيوضع اللبن ليسد لكي لا يدخل التراب عليه بعد ذلك، بل يصب التراب على الجزء اللي هو ايه القائم من حرف اللام ده اللي هو الطويل. الافضل ان يكون مما حجاره مما لم تمسه النار، لو لم يجدوا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. ووضع الخشب ليس هو الافضل، الافضل اللبن، وكل ذلك في الافضليه لا في الوجوب، لانه ليس هناك اوامر صريحه وانما هو فعل الصحابه بالنبي عليه الصلاه والسلام. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا وكيع حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر ووكيع جميعا عن شعبه حا وحدثنا محمد بن مثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابو جمره عن ابن عباس قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفه حمراء. قال مسلم ابو جمره اسمه نصر ابن عمران
وأبو السياح اسمه يزيد بن حميد مات بشرح. قال: باب جعل القصيفة في القبر. قال: هذه القصيفة، قال النووي رحمه الله، هذه القصيفة ألقاها شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قصيفة أو مضربة أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر. وشذ عنهم البغوي من أصحابنا فقال في كتابه التهذيب: لا بأس بذلك لهذا الحديث. والصواب كراهته كما قاله الجمهور، وأجابوا عن هذا الحديث لأن شقران انفرد بفعل ذلك لم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا ذلك، وإنما فعله شقران بما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ويفترسها، فلم تطب نفس شقران أن يستبدلها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه غيره. فروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره، والله أعلم. والقصيفة كساء له خمل، ما ذكره النووي هو الصحيح رحمه الله. ففعل بعض الصحابة خصوصا من ليس مشهورا بالعلم إذا خالفه غيره ونص على خلافه لم يكن فيه حجة، والله أعلم. وكونه فعل في قبر النبي عليه الصلاة والسلام وسرك ذلك لأنهم لا يجوز أن ينبسوا من أجل ذلك، وقد طابت نفوسهم بترك هذه القطيفة، بمعنى ليس هناك من يطالب بهذه القطيفة. ولكن لو دفن الميت ومعه مال وصاحب المال من الورثة أو غيرهم يريد هذا المال مما هو زائد عن الكفن فإنه يشرع إخراجه من القبر، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل معنى الجهر بالدعاء في بعض الأوقات أن يجهر بالدعاء عند الوقوف على القبر؟ أما ما يفعله الناس اليوم من أن يجهر واحد ويؤمن الباقون فليس هذا هو السنة، وليس هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الجنازة وهم يدعون أيضا، فمن يستمعه يقول مثله. أما أن يجهر والباقون شاكتون أو يؤمنون فليس هذا من السنة، وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر قال: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه لم يكن يدعو جهرا وهم يؤمنون خلفه، فليس هذا من السنة، والله أعلم. الحكم في الوصية الشرعية التي يكتبها الشخص في حياته إذا كان عليه أموال أو حقوق أو له حقوق للورثة، فيجب عليه أن يوصي ليبين هذه الحقوق لأنها لا تعلم إلا من جهة الوصية، وهذا هو الذي روى ابن عمر ما من مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وما من مسلم ما يحل أن يبيت ليلتين ووصيته إلا ووصيته مكتوبة عنده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في من عليه حقوق فهذه الوصية واجبة، وكذا يجب عليه أن يوصي باتباع الشرع في أمر تجهيزه وجنازته إذا كان يخشى من مخالفة الناس في ذلك مثل بعض البدع أو النياحة أو نحو ذلك، فهذا الواجب من الوصية، وما سوى ذلك فمستحب عند جمهور أهل العلم. والوصية عموما بالتوحيد والإيمان والطاعة والتقوى أمر مشروع ينبغي أن يكتبه في وصيته، توضع الوصية عند أمين وثقة ليوصل الحقوق إلى أصحابها إذا مات الميت. إذا كان هناك وصية بالدفن في مكان معين إن كان له فضيلة كالأرض المقدسة فهذا يشرع أن تنفذ، وأما إذا كان أوصى في مكان ليس له فضيلة فهم بالخير، إن شاءوا أنفذوا الوصية وإن شاءوا دفنوا
حيث تيسر لهم عليه الصلاة والسلام. يقول في قريتهم يتبع الجنازة جنازة بعض المسلمين يتبعها بعض النصارى، هل يمنعون من ذلك؟ لا أعلم دليلا على منعهم من ذلك والله أعلم. عليه الصلاة والسلام يقول قلت لأخ بتحريم بدء السلام على الكفار، فقال كيف يجوز لنا الزواج منهم ولا يجوز إلقاء السلام عليهم وهي زوجته في بيت واحد؟ نقول لا نعارض السنن بالسنن. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وهو صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عز وجل عليه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي حل للمسلمين، فلا تعارض بين الكتاب والسنة. وما المانع أنه إذا دخل جعلها هي التي تبدأه بالتحية وبالسلام ليرد عليها بوعليكم، وذلك ليشعرها دائما لأنه على خلاف معها في الاعتقاد أنها ينبغي أن تراجع نفسها وأنه لا يبدأها بالسلام. ما المانع من ذلك؟ وكم من إنسان يعاشر امرأة ربما لا يحبها ومع ذلك يعاشرها، ربما يعجبه شكلها فقط ومع ذلك تستمر العشرة أو لمصالح أخرى، فلا مانع من ذلك. وهذه معارضة بالسنة بالعقول الفاسدة، وليس هناك تعارض بين جواز أن يتزوج النصرانية أو اليهودية وبين أن لا يبدأ اليهود والنصارى بالسلام. إذا دخل البيت فقال السلام على من اتبع الهدى صح ذلك؟ يقول سأل مسألة الحجز تهلمت عليها قبل ذلك وقلت بعدم الجواز، لماذا إصرار الإخوة عليه حتى الآن؟ أليس هذا خطر؟ نعم أراه تعديا، إن الإخوة بيحجزوا أماكن في الصف وهو مش موجود، يروح جاي بدري وحاطط حاجة لنفسه لأخوه ويسيب ويروح بقى يقعد على راحته في حتة ثانية مطمن له مكان. وقد ذكرنا أن المسجد لمن سبق إليه، مكانه في المسجد لمن سبق إليه، إذا جلس فيه ثم قام لعارض مثل أن يتوضأ ويدخل الخلاء ويعود فهو مكانه أحق به. وأما إذا كان لمن يأتي ولم يأتي بعد فهذا ظلم للآتين مبكرا عن هذا المحجوز له، ولا يأخذ ثواب الصف المقدم في تلك الحال، بل هو ظالم يعني يخشى عليه من الإثم في هذا المقام. امرأة أفطرت رمضان الماضي كله بسبب الحمل ثم الجفاف وهي الآن مرضعة لا تستطيع الصيام بسبب الإرضاع، ماذا عليها؟ أما أيام الحمل فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينة، تطعم نصف صاع من أرز أو قمح، نصف صاع من أرز يساوي تقريبا كيلو وربع من الأرز، تطعمه للمسكين كل يوم مسكينا. وأما أيام النفاس فقد وجب عليها فطرها، وليست تفطرها لأجل الرضاع، تفطرها وجوبا لأجل النفاس، ويجب عليها صوم بدلا منها. فأيام النفاس تحصيها وعليها القضاء، وهي معذورة في تأخير القضاء هذا العام أو الذي بعده بسبب الإرضاع، والإرضاع عذر إذا كان هو العذر الوحيد يبيح لها أيضا الفدية، بمعنى أنها إن لم تقضي هذه الأيام فعليها الفدية التي في الأيام التي أفطرتها بسبب الرضاع، فتطعم عن كل يوم مسكينها والله أعلم. وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنه في أم ولد له حبلى قال أنت بمنزلة الذي لا يطيق عليك الفدية ولا قضاء عليك، لا يلزمها القضاء كما ذكرنا النفاس وكذا أيام الحيض إذا أفطرتها المرأة أثناء الرضاع أو حتى أثناء الصيام، فبعض بعض المرضعات يحضن، فإذا حاضت في رمضان وهي ترضع فهي هنا أفطرت وجوبا ولم تفطر لأجل الرضاع، فعليها قضاء هذه الأيام التي أفطرتها، لأن الحائض أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت تؤمر بقضاء الصوم، هذه الأيام وجب عليها بدلها، لا يجوز لها الفدية
في الايام التي افطرتها للحيض او للنفاس. اما الايام التي افطرتها للحمل او الرضاع فعليها الفدية، وان شاءت ان تقضي صح قضاؤها. واذا اخرت عن العام الذي هي فيه بسبب عذر الرضاع او المرض او غير ذلك فليس عليها شيء الا الفدية او القضاء لما كان عليها من قضاء، ولو اخرته سنين بعذر لم يكن عليها الا القضاء فقط. امرأة افطرت 8 ايام بسبب النفاس وهي ترضع الان، لكنها تستطيع الصيام مع ورود مشقة. اذا كان هناك مشقة تخاف على نفسها او ولدها قلة اللبن بسبب الصيام، جاز لها ان تطعم هذا العام، وعليها بالنسبة الى الايام الثمانية التي افطرتها في العام الماضي بسبب النفاس القضاء، ولو اخرته الى الاعوام القادمة الى ما بعد رمضان الى ان يتيسر لها من غير مضرة. عليكم السلام. حق العاقل سؤال يتكرر مرات عديدة جدا، لكن نقول ان العاقل زوج، لكن انما يدخل منزل اهل زوجته باذنهم، فلا يجوز ان يفعل الا ما يأذنون فيه، وهذا بالطبع فيما دون الدخول بها فانهم لا يأذنون بذلك الا لو صرحوا له لجواز ذلك، ويجب ان يعلن الدخول. من دخل من بنى بزوجته من جمعها وجب عليه ان يعلن ويسكن وينفق ويكسو، لابد من النفقة والسكنة لمن دخل، والاعلان لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب قال اعلنوا النكاح، ولانه ترتب عليه الحقوق مختلفة تماما بين العقد وبين الدخول. هناك الصداق كاملا، هناك العدة، هناك الرجعة له عليها حق الرجعة اذا طلقها، وامر البكارة، هناك اشياء مختلفة. فاذا اذن له في امر فعله عرفا او تصريحا، واذا منعوه من امر هم اصحاب المنزل، من حقهم ان يمنعوه الدخول ابتداء، ويقول له تأتي الى منزلنا يوم تأخذ زوجتك الى منزل الزوجية، جهز منزل الزوجية وخذها، من حقهم هذا منزلهم لا يدخله رغما عنهم، وبالتالي فاذا منعوه من امر امتنع. والله اعلم. هل يجوز لو جامع من غير يعني بغير ما ذكرنا فهو آثم لظلم وليس بزان، ليس لأنه زوجها، ولكن آثم لكونه فعل في المنزل ما لا يجوز، ولكونه يكتم ذلك، ولكونه يفرض عليهم أن يسكنوها ويطعموها ويكسوها وهو الواجب عليه، ويظلمها أيضا في كونه إذا كتم عملت معاملة البكر وهي ليست كذلك، وعملت معاملة غير المدخول بها من سقوط العدة إذا طلقها وليست كذلك، وعملت معاملة غير المدخول بها في استحقاق نصف الصداق فقط وليست كذلك. ظلم متعدد في الحقيقة أن يجامع ولا يعلن ذلك الأمر، أو يجامع في المنزل منزل أهلها. هل يجوز في غسل الميت بعد الوضوء أن يغسل بالليفة والصابون؟ هذا لا يحتاج إليه، لا يلزم ذلك، إن وجدوا نجاسة أو شيئا أزلوه، وإذا وجدوا وسخا أو خضرا أزلوه بالماء، الماء والصابون معا بمنزلة الماء والسدر كما ذكرنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا حديث خاص للرجال أم للمرأة تحصيل مثل هذا الخير؟ الخير لها ان تكون في بيت، ان تصلي في بيتها، انما يعني الخروج من اجل الصلاة فقط يعني خير، هناك ما هو افضل منه، انما تصلي في بيتها اقرب الى ربها. وانما اذا خرجت لطلب العلم فنعم، فالذي يظهر ان هذا للرجال. رجل عليه كفارة يمين وهو لا يستطيع الاطعام لفقره ولا يستطيع الصيام لمرض، ماذا يفعل؟ في ذمته الى ان يغنيه الله عز وجل، وطالما نوى فالله طالما نوى ان يقضي ما عليه من الدين فالله يعينه، ويمكن ان يتصدق عليه ليكفر.
رجل قال لصاحبه أسلفني ألف جنيه أتاجر بها وأعطيك كل شهر 50 جنيها مع بقاء هذا المبلغ كما هو، أسدده لك على حسب الموعد أو متى أردت. هذا نوع من الربا لأنه ليس مضاربة شرعية. المضاربة أن يتفق على نسبة من الربح وأن يكون رأس المال متحملا الخسارة إذا كانت بغير تفريط، لكن هذا صريح أنه قرض ويدفع فائدة 50 جنيها فهو ربا صريح. المضاربة الفاسدة غالبا ما تصل إلى وصف الربا، وهذه ليست مضاربة شرعية لأن رأس المال مضمون وهذا لا يجوز، والربح محدد سلفا 50 جنيه يعني 5% شهريا، وهذا أيضا ربا واضح. والصيغة والوصف الحقيقي أنها ثابتة 1000 جنيه فهو قرض، وقرض جر نفع فهو ربا بلا شك. هل يجوز لشاب عمره 20 سنة أن يقوم بتدريس بعض المواد الدراسية لفتيات في دروس خصوصية أو الفتاة واحدة وكانت منتقبة؟ أنا لا أنصح بذلك أبدا، لا تؤمن عليه مسكنة. لو احتاج إلى هذه الدروس كان ينبغي أن يكون رجلا متزوجا كبيرا تؤمن الفتنة عليهم. أما شاب وفتاة فهذا بلا شك إذا كانت خلوة، إذا كانت منفردة فهو خلوة محرمة، الشيطان ثالثهما. وإذا كان مجموعة من الفتيات وهو شاب صغير في هذه السن وهو لا غير متزوج في الأغلب فنقول أيضا هذا مما لا تؤمن معه الفتنة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت شابا وشابا فلم آمن عليهما فتنة، فنصيحتي ألا يفعل سواء كانت منقبة أو غير منقبة. سمع في شريط بعض المشايخ أن هناك إجماع 112 عالم لأن الكفر كما يكون بالقلب يكون بالعمل واللسان. لا أكثر من 112 عندهم من 112 أكثر من ذلك، علماء أهل السنة جميعا عبر العصور أكثر من 112 بالتأكيد. أنا معرفش الرقم ده اشمعنى يعني. أن الكفر يكون باللسان مثل من يستهزئ بالله وبرسوله وبآياته، ومثل من يسب الله عز وجل أو يسب نبيه عليه الصلاة والسلام، ومثل أن ينطق بالكفر. ولكن هذا لا يعني أن يكون القلب فيه الإيمان، لأن البعض المسألة فيها طرفان ووسط. البعض ظن، وكذا الكفر بالعمل أيضا كذلك، هناك أعمال كفرية مثل السجود لصنم اختيارا، ومثل أن يلقي المصحف في القاذورات أو يدوس عليه أو يهينه أو نحو ذلك. هناك أعمال كفرية لا شك في ذلك تكفر صاحبها. أقول يبقى أن هذا الشخص حال ارتكابه الكفر القولي أو العملي هل في قلبه أصل الإيمان أم لا، الذي ينجو به من الخلود في النار، الذي يعامل معه كمسلم، هذا الذي فيه الطرفان والوسط. هناك من يقول يجوز أن يكون عنده قول القلب وعمل القلب ومع ذلك هو كافر في باللسان، وهناك من يقول بل لا يكفر حتى يستحل ذلك بقلبه، وهذا كلا القولين باطل. فمن كفر مختارا كما ذكرنا، قلنا من سجد مختارا، من نطق بالكفر مختارا. ليه كلمة مختارا دي؟ لأنه هو قد يصدر منه الفعل والقول مكرها، وقد يصدر منه قول كفري جهلا أو نسيانا أو تأولا، أو يصدر عن غير قصد كأن يسبق إلى لسان، مثل مثلا من وقف ليصلح مصباح، وقف على المكتب ولم ينتبه أن المكتب فيه عليه مصحف فوقعت رجله على المصحف وهو لا يدري، فهذا لا يكفر باتفاق. إذا الفعل الظاهر فقط لا يكون كفرا بمجرد، نحن لا نشترط استحلال كما يشترطه البعض. بعض يعني من لا يفقه هذه المسألة ولم يعطيها حقها وإنما يأخذ مقتطفات من الكتب ولم يعرف مذهب أهل العلم في هذه المسألة، هذه مسألة لا يختلف فيها أهل السنة إن شاء الله، الخلاف غير معتد به في أنه يقول لو ألقى المصحف في القاذورات لو كفر، لكنه مثلا الدنيا يصيبها يقول لا يكفر لأنه لم يستحل لذلك أو أنه لم يقصد الكفر. كلام باطل قطعا لا شك في بطلانه، مذهب مخالف مذهب أهل السنة
بلا تردد ان يقول مثلا واحد قال له تكفر وتاخد 1000 جنيه قال له طب ماشي فتنصر يقول لك لا ده ما كفرش لم يتنصر لم يكفر بذلك انه لم يقصد الكفر الا للدنيا ومن قال ان من ان اراده الدنيا مانعه من الكفر ما هو الدليل على ذلك بل عندنا الادله على ان اراده الدنيا هي من اسباب الكفر من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وظهر الايه دي بل هو نص فيها ليس له في الاخره الا عمره يخش الجنه بدل لو كان له في الجنه بعد ان يدخل النار لكان ايه لما صح ان يقال عنه ليس له في الاخره الا النار وهو يريد الحياه الدنيا وزينتها قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه لغرض من الدنيا بعض الناس يظن ان هو اراده الدنيا دي يقول لك لا ده قلبه نفوس الكفر او لا اللي خلت طائفه ثانيه تقول لا ده في كفر بالايه بالعمل ولكنهم قالوا ايضا قولا غير صحيح وهو انه يمكن ان يولد في قلبه اصل عمل القلب اصل تعظيم القلب وهو يكفر اختيارا وهو يكفر بارادته والعياذ بالله هذا كلام باطل وليس الكفر هو الجحود والتكذيب فقط فهناك الاداء والاستكبار هناك زوال الانقياد والتعظيم لله عز وجل فان هذا نوع من الكفر وان كان مصدقا في باطنه كاليهود وكفرعون وكابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين علماء اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنائهم اذا قلنا طرفان ووسط طرف يقول ان يمكن ان يرتكب الكفر في قلبه الايمان لا ويكون كافرا نقول لا يمكن اذا ارتكب الكفر الاكبر اذا ارتكب الكفر الاكبر مختارا قاصدا غير ناسل يعني مستو يعني مع اكتفاء الشروط انتفاء الموانع فلا يمكن ان يولد في قلبه الايمان النافع له يمكن ان يولد فيه شيء من الايمان لكن لا يولد في قلبه التعظيم الاصل التعظيم ولا اصل الانقياد ولا اصل الحب انه لو كان يعظم الله لما اهان كتابه لما سبه الفعل ده احبط ما في قلبه من ايمان او نقول احبط ما في قلبه من تصديق وتبين بذلك ورود الكفر فيه في حكم بالعين يحكم به اهل العلم او القضاء الشرعي بعد استفاء شروط انتفاء الموانع لينظر والقرائن والاحوال التي تصحب ارتكاب الكفر تمكن اهل العلم من الحكم عليه بالعين اذا استوفى الشروط احنا بنقول الناس العامة وطلاب العلم المبتدئين ليس لهم ان يعينوا لانهم لا يدرون ما هو المعتبر وما هو غير المعتبر من الموانع والشروط ولذلك بنقول لا يتسرع احد في الحكم بالتكفير المعين الا اهل العلم عشان في امور فيها ضوابط معينة وفيها فروق معينة هناك انواع من التأويل هناك انواع من الاكراه هناك انواع من الجهل والناس في يعني اضطراب ضخم جدا بسبب هذه الامور فلو فتح الباب لكل احد ان يكفر المعين لكان ذلك فيه قطر عظيم لكن ليس ذلك انه لن يكفر معين مطلقا او ان الامر سيظل دائما معلقا الى ليه الى الابد لا احنا بنتكلم على ان اذا استوفيت الشروط وانتفت الموانع ولكن الذي يعلم ضوابط الشروط والموانع اهل العلم فعند ذلك يكفر المعين القول بالتفرقة في مسائل يعذر فيها بالجهل والتأويل ومسائل لا يعذر فيها بالجهل والتأويل ليس قول أهل السنة ولكن التحقيق المناصي هذه مسألة هو المحتمل بمعنى أن البعض قد يقول هذه مسألة مما لا تجهل مما انتشر العلم بها فالخلاف هيكون في إيه؟ مش هيكون في أصل المسألة يعني اللي يقول ما فيش حاجة اسمها عذر الجهل في التوحيد أو في أصول التوحيد لا كلام باطل قطعا اما انه يقول ان في عذر بالجهل بس مين قال لك ان المساله دي مجهوله زي بيقول سب الدين مثلا او سب الله او سب الرسول صلى الله عليه وسلم حد هيقول ان الكلام ده يقول لك في ناس جهله انا اقول ليس هناك جهل في هذا والجهل المعتبر هو الجهل الناشئ عن عدم البلاغ وليس جهل العاقبه جهل العاقبه موجوده عند كل عاص وكافر وكما قال الله عز وجل عن قوم فرعون ولكن قال سبحانه وتعالى ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات
لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه من تصبهم سيئات يطيروا بموسى وما ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال عز وجل عن الكفار وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال نوح لقومه ولكني أراكم قوما تجهلون. لذا كثير جدا في وصف الكفار بالإيه؟ بالجهل. فاللي يعذر بجهل العاقبة إنسان ضار مفيش كلام. يعني يقول أيوه عشان هو فاكرها بسيطة وهي عظيمة عند ربنا يعذر؟ لا. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة. فالعذر بجهل العاقبة ده يعذر أبي جهل بقى واليهود والنصارى ومن لم يعذرهم الله عز وجل. احنا بنقول أدلة العذر بالجهل هي أدلة عذر بالجهل النشأ عن عدم البلاغ لم تبلغوا الحجة لينذركم به ومن بلغ. ما من يهودي ونصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار. فالكلام كله مبني على سماع الحق معرفة الحق تبين الحق ونحو ذلك. فبيقولوا أن ترك العمل بقى ضمن كمان بيزعمه في الإجماع أن ترك العمل وحده يكفر كفرا كبير أكبر بعينه. ده كلام فاسد. أي عمل هذا الذي أجمعوا عليه أنه بمجرد تركه يكون كفرا أكبر؟ أعظم الأعمال هو إن قصد بذلك نطق الشهادتين فنعم، وإن كان هذا في الاصطلاح يقال عنه قول ولا يقال عنه إيه؟ عمل. وإن كان في اصطلاح الشرع يسمى عمل. أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. فلكن المقصود بالعمل أعظم الأعمال الظاهرة بعد الشهادتين الصلاة، والخلاف فيها مشهور، وإنما الخلاف في المباني الأربعة في من تركها تكاسلا. أما من تركها إذاء واستكبارا فلا نزاع فيه، لأنه إذا أبى أن يصلي، إذا أبى أن يصوم، إذا استكبر على الحج أو نحو ذلك، فهذا قد ترك انقياد القلب، قد زال منه عمل القلب الذي هو ركن باتفاق أهل السنة، وكما ذكرنا الدليل عليه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ترك الأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج تكاسلا هذا الذي فيه نزاع معتبر خلاف سائر بين أهل العلم. والراجح عند جمهورهم عدم التكفير تكاسلا ولو تركها جميعا، ولو تركها جميعا. ويعني هذا يعني من لم يزل يفتي به أهل العلم ويصرحون به في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج الله من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام فأعود في الرابعة في حديث الشفاعة فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل ليس ذلك لك ولكن عزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. ولا نزاع بين أهل العلم أنه يجب أن يقولها خالصا من قلبه. الإخلاص في الأعمال شرط في صحتها، فأما في لا إله إلا الله فشرط في أصل الإيمان، بمعنى لو قال لا إله إلا الله غير إخلاص فيها لم تقبل اتفاقا بين أهل العلم الذي ينازع في ذلك، وربما نسب نفسه إلى السنة وإلى السلف ويقول ليس هناك دليل على عمل القلب، ضلال مبين والله العظيم لا يشك في ذلك عقل. يقول لو أنه زال من قلبه حب الله بالكلية ولم يحب الله قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أخلص لله قط ولا حتى في لا إله إلا الله ينجو يوم القيامة، كلام باطل باطل بلا شك على عقيدة المرجئة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لابد من أن يبتغي بلا إله إلا الله وجه الله، أن يقولها على غير ذلك فهو منافق والعياذ بالله. والمنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار. عليكم السلام عليكم. هل يجوز صرف أموال فائدة البنوك على كتاب تحفيظ القرآن الكريم لشراء حلويات الأطفال وتنظيم الحالات؟ لا أحب ذلك. أنا أولى أن تنفق على فقراء المسلمين، هم أحوج في شراء الحلوى والله أعلم. وإن كان يعني نقول إذا كانت مصلحة راجحة فهي كذلك. كلام نفيس للإمام ابن حجر رحمه الله يقول الذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره صلى الله عليه وسلم من النساء 10 أوجه، أحدها أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك،
ثانيها لتتشرف به قبائل العرب لمصاهرته صلى الله عليه وسلم فيهم، ثالثها للزيادة في تألفهم لذلك، رابعها للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ، خامسها لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من يحاربه، سادسها نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله، سابعها الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه، وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها، فلو لم يكن صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه، بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن. ثامنها ما تقدم وصوصا من خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال، وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح للصوم، وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته، فانخرقت هذه العادة في حقه صلى الله عليه وسلم. تاسعها وعاشرها ما تقدم نقله عن صاحب الشفاء من تحصينهن والقيام بحقوقهن، والله أعلم. ووقع عند أحمد ابن منيع من الزيادة في آخره: أما إنه يستخرج من صلبك من كان مستودعا. وفي حديث لوعى عن سعيد جبير قال: قال لي ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا. قال: فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، فيه الحض على التزويج وترك الرهبانية. جزاكم الله خير. المواقع على شبكة الإنترنت التي تهاجم المشايخ والدعوة وينسبون الكلام لبعض المشايخ، نسأل الله العافية. والله هؤلاء الشبابين يفتحون باب شر عظيم، لا يعرفون يعني أدبا للخلاف ولا فقها فيه، ولا يراؤون حقوق من يعني يبلغ الحق لأهل الإسلام ويعلم الناس الدين، ولا يعرفون بالتالي حقوق المسلمين، بل وأحيانا يكذبون على الدعاة والله ويقولون كلاما كذبا صريحا بمجرد الظن والاحتمال. هذا لو أحسن الظن بهم أنه وصلهم كلام مكذوب وهم صدقوه، ومن حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فكونهم لا يتوثقون من المعلومات ويتهمون الدعاة بأنواع من الأباطيل، ومنها أنهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، كما قرأت وسمعت من يكتب بأن الدعاة يأخذون أموالا ليظلوا على مذهب معين في طريقة معينة. والله كلام من الكذب والباطل يعلمه الأعداء قبل الأصدقاء، ومع ذلك هؤلاء يتجرؤون بمجرد الظن، فنسأل الله أن يعافيهم. على العموم والله أنا أنصح الإخوة بيعني عدم تضييع الأوقات على النت، النت يعني فيه مفاسد كثيرة جدا، وحتى من ينساق وراء ذلك يرد عليهم ويردون عليه، وأبواب شر عظيم، وغالبا من يتكلم الموافق بكلام فيه غلو والمخالف بكلام فيه تجني واعتداء في المشادات والمشاحنات، وكلام أيضا يؤدي إلى سب الآخرين والطعن فيهم، ويحتاج دائما ينقل له عن عالي يعني يحتاج إلى أن يخطئ هذا والآخر يتعصب له، وهذا كلام يؤدي إلى عصبية ويعني منكرات من الكلام، وأنت تعرض الحجة، من قبلها قبلها، ومن سب وطعن فدعك منه وانشغل بعمل الآخر. وكذا في الحوارات مع النصارى وغيرهم لا بد أن يكون الكلام بعلم، أما من دخل في السداد فيعني أعرض عنه فتولى عنهم فما أنت بملوم، إذا كانوا يسبون ويطعنون وأنت عاجز عن أن يعني تنتصر لأنهم في مكان بعيد وأنت لا تدري أين هم، فإن كان الكلام بالحجة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا التي أحسن، يوم تجد الجدال خرج إلى غير التي أحسن فاقطع ذلك ولا تضيع وقتك وتولى عنهم وأعرض عنهم وأعرض عن المشركين، ففضلا عما يقع من فتن أخرى في النت. فيكفي رضيع الأوقات الواحد يقعد بالساعات في إدمان على النت ده والكمبيوتر، يقعد بالساعات الطويلة قاعد لغاية الفجر وما صلى ولا قام إلى ذكر ولا انتفع، وقلبه امتلأ لأنواع من الشحنات. إن كنت تتعلم شيئا فيجزيك هذا التعلم، إن كنت تسمع أو درسا أو تحضر محاضرة أو نحو ذلك
وما سوى ذلك فلا تضيع وقتك. ساحة الحوار في الحقيقة الواحد بيرى عجبا من الموافقين والله ومن المخالفين، المخالفين في التجرؤ والتجني والعدوان، ومن الموافقين في الغلو والتعصب المذموم. فيعني انا نصيحة للإخوة بعدم تضييع الوقت في النت. فضلا عن المواقع اللي المخالفة توصل تلاقي ناس تنحرف فكريا لان هو على غير علم، يسمع شبهات ما يعرفش يرد عليها، ينخرط في اتجاهات معينة وما اكثرها من خلال النت الان، ويؤدي الى مفاسد الله عز وجل اعلم بها. واحيانا فتاوى تطبق على غير الواقع، واوهام تذكر عن واقع معين، مش توصف واقع غير حقيقي، مش هو ده الواقع الموجود، ويتصورون هو ده الحقيقة، و يبدأون في تنزيل الفتاوى دي على واقع مخالف، يترتب على ذلك من المفسدة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويعني الكل متعصب لرأيه تعصبا عجيبا. وكما ذكرنا السلامة لا يعدلها شيء، تسلم بأن تمسك لسانك وقلمك، ويعني تبتعد عن الفتن، وتتعلم ما يلزمك من الإيمان والإسلام والإحسان. بص كده وشوف الحوارات الطويلة دي فيها حاجة من الإسلام والإيمان والإحسان الذي هو الدين، فعندنا كتاب وسنة آية وحديث، ولا مجرد مهاترات عجيبة في الشكل ومناقشات لا طائل من ورائها، و يعني مفاسد الله عز وجل أعلم بها. الاتجاهات حقيقة المعروضة ليس فيها يعني إلا ما رحم الله، يعني إلا غالبا أحد طرفي نقيض. فأنا لا أنصح بالدخول على هذه المواقع، ويعني إلى أن يقدر الله بفرج من عنده.